سؤال رقم 21 من مجموعة الأسئلة اختبار القدرات. عدد ربعناه وأضفنا له 8 يصبح الناتج 6 أمثاله. ما نعرف العدد، نفرض العدد سي. ربعنا سين تربيع، أضفنا 8 يصبح الناتج المساواة 6 أمثاله، يعني 6 سين. معادلة نصفرها، سين تربيع ناقص 6 سين نقلناها بالسالب موجب 8 يساوي 0. معادلة من الدرجة الثانية، لها أكثر من طريقة للحل. طريقة التحليل أسهل شيء، عددين ضربهم 8 واجمعهم ناقص 6 اللي هو ناقص 2 وناقص 4، فنقول سين ناقص 2 مضروب في سين ناقص 4 يساوي 0. فعلى طول يوم نقول سين ناقص 2 سين ناقص 2 يساوي 0، إذا سين يساوي 2، أو سين ناقص 4 يساوي 0، إذا سين يساوي 4. إذا قيم السين ممكن تكون 2 أو 4 تحقق المعادلة.